السلام عليكم. طهران تلعب بالنار وتستعد للرد على تل أبيب، وواشنطن تحذر من تجاوز الخطوط الحمر وتحشد قواتها مجددا للدفاع عن حليفتها إسرائيل. المنطقة تحبس أنفاسها للمرة الألف، ومخاوف الانزلاق للمواجهة المفتوحة تتصاعد. فبعد الاعتقاد بأن الرد الإسرائيلي المدروس والمحدود على إيران سيكون نهاية التصعيد المباشر بين الجانبين، تقرر إيران الاستمرار في اللعبة إلى نهايتها. وخلال الساعات 48 الماضية أصبح من المؤكد أن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي، خاصة في أعقاب تعهد المرشد علي خامنئي خلال كلمة ألقاها أمام طلاب في طهران بأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سيتلقيان ردا قاسيا على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة. لكن السؤال الأبرز هو كيف سترد إيران ومتى؟ الإعلام الأمريكي أكد أن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن الهجوم الإيراني سيكون من الأراضي العراقية، ومن المتوقع أن يكون قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء المقبل. وما يعزز هذا التوجه هو أن إيران نقلت لفصائل عراقية صواريخ باليستية قصيرة المدى مثل زلزال وفاتح 110 وذو الفقار منذ عام 2018، لكن هذه الصواريخ لم تستخدمها الفصائل ضد الكيان الصهيوني لغاية الآن. بالمقابل أوصل الاحتلال الإسرائيلي رسالة مبكرة بأن الأقمار الاصطناعية تراقب كل شيء، وسيتم ضرب أهداف داخل العراق إذا استمرت هجمات الفصائل. مصادر إيرانية استبعدت خيار أن يقتصر الرد من جبهة العراق، كون القيادة الإيرانية تريد الحفاظ على قوة الردع، وهذا لن يتحقق إلا بتوجيه ضربة من الأراضي الإيرانية صوب الكيان الصهيوني لرد الاعتبار. الإدارة الأمريكية تتفهم هذه المعطيات وأرسلت رسالتين، الأولى عبر سويسرا مفادها بأنه في حال ردت إيران فواشنطن لن تستطيع كبح جماح الإسرائيليين هذه المرة، ولن تضمن بأن يكون الرد الإسرائيلي مدروس مثل الرد الأخير. أما الرسالة الثانية فأكدت على الالتزام بحماية أمن إسرائيل من أي تهديدات، وهذا ما تجلى بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز ب52 إلى المنطقة، إضافة إلى مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية ومقاتلات حربية. هذه التعزيزات جاءت بعد نشر منظومة ثاد في وقت سابق. الخلاصة شنو؟ الأمور وين رايحة؟ وماذا ينتظر المنطقة؟ خلاصة أن لعبة الرد والرد المقابل بين إيران وإسرائيل يبدو أنها مستمرة رغم ضغوط واشنطن اللي سعت لإيقافها، لأن كل جانب يريد الحفاظ على قوة الردع، وهذا يعني أن المواجهة انتقلت من إسرائيل وفصائل المقاومة إلى إسرائيل وإيران. هذا السيناريو الأخطر واللي الكل يخشاه، فهل ستنزلق المنطقة إليه؟ خلونا نشوف، حياكم الله.